وللحديث أكثر عن الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون والمتظاهرون في العراق، وأيضا لو تحدثنا عن الموقف الحقوقي الدولي منها، ينضم إلينا عبر الهاتف من جنيف المدير التنفيذي لمركز جنيف الدولي للعدالة الأستاذ ناجي حرج. أستاذ ناجي، السلام عليكم. يعني مركز جنيف للعدالة وأيضا المنظمات الدولية الحقوقية تتهم بشكل صريح الحكومة وأيضا الميليشيات بالقتل العمد التي تنال من المتظاهرين السلميين، لكن هنا أستاذ ناجي، ما الذي سيترتب على هذه التهمة قانونيا؟ أهلا وسهلا بكم. بالتأكيد الشيء الأساسي الذي يترتب عليها هو ثبوت هذه الجريمة، الجريمة ضد الإنسانية باستهداف هذا العدد من المتظاهرين السلميين خلافا لكل الأعراف والاتفاقيات الدولية، والعراق عضو في تلك الاتفاقيات، واستخدام القوة الذي ثبتته بشكل واضح الأمم المتحدة وحتى السلطات العراقية في أحد تقاريرها، أصبح لا مناص أن هذا الأمر يجب أن تتناوله المحاكم الدولية، خاصة المحاكم الجنائية، في ظل غياب تام أو عجز تام للقضاء العراقي الذي شل من عام 2003 ولحد الآن، وأصبح مجرد جهة تقوم بالتغطية على انتهاكات السلطات والميليشيات. ولذلك هذا الهدف الرئيس الذي نعمل عليه دائما، والمطلب الأساسي الذي نصر عليه في كل الاجتماعات واللقاءات وفي بياناتنا داخل الأمم المتحدة. طيب أستاذ ناجي، الأمم المتحدة وأيضا المنظمات الحقوقية يعني نتابعها باستمرار، ما زال عملها في العراق يقتصر على